اهلا وسهلا بيكم النهارده في برنامجكم شباب على القمه. طبعا زي ما متعودين كل مره بنستضيف شباب، شخصيات بتكون نموذجيه عامه للشباب، شخصيات بتكون ناجحه، شخصيات حابه عندها هدف حابه ان هي توصلها للجميع. طبعا زي ما بندعم الشباب في اعلاميا ومعنويا وبنحاول نوصلهم لاكبر قمه نجاح. احنا بندور على حد ان هو يكون معانا على القمه وشخصيه تستحق ان هي تظهر معانا وتكون بارزه. لقينا بنوته جميله خالص، قالت لنا باي ازيكو انا هنا، انا عايز ابقى معاكم على القمة، انتوا ليه مش شايفيني؟ انتظرونا بعد الفاصل مع ضيفتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنحب نرحب بملك. ملك ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ ازاي؟ الحمد مش لله. هتحبي تعرفي نفسك للجمهور؟ انتي مين؟ انت مين؟ انا ملك. What's your name؟ مريم اسمك. مريم از ملك. اهلا وسهلا بيكي، بنرحب بمامة ملك مدام اهلا منال. وسهلا. اهلا ازي بيك. حضرتك؟ الحمد عامله لله ايه؟ يا فندم. الحمد لله. في بداية طبعا ملك اكيد واجهت صعوبات كتير في حياتها، فحابين نعرف منك انت ازاي اخدتي بالك من بداية خالص ان ملك عندها مشكلة متلازمة، داون. متلازمة داون. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أحب يعني أقدم شكر للبرنامج وكل الموجودين هنا طبعا، وبشكركم تاني إن انتوا هتقدروا توصلوا صوتنا لكل أم داون عشان تقدر تتعرف على كل الخطوات اللي أنا مريت بيها. وكان فعلا مشوار طويل جدا، وبجد أنا تعبت فيه قوي، بس الحمد لله لقيت نتيجة مشرفة جدا في الآخر. ملك في الحقيقة أول ما اتولدت كل الأطباء أخدوا بالهم جدا إن هي طفل داون، وابتديت أعمل لها تحليل الكروموسومات عشان أتأكد، وابتديت بقى في العلاج معاها طبعا بداية. يعني انت حضرتك عرفتي من اول ما اتولدت ان هي عندها متلازمة داون؟ أيوة، من أول يوم الولادة طب يعني. صراحة صدمتك كانت عاملة ازاي او اخدت الخبر ازاي؟ لا، بصراحة الحمد لله هي كانت صدمة فعلا، بس الحمد لله بصدر رحب تقبلتها، اكيد طبعا، وبحمد الحمد ربنا لله. جدا جدا على كل اللي هو يديهولي. تمام. طب فيما وماشي. بعد يعني بصيتي للطفلة؟ يعني كتير مننا لما بيجي لنا طفل تمام، فبنبص له بقى بمستقبل مشرق، بنبص له بحاجة تانية، بنبص له ان هو هيبقى حاجة حلوة. انت بقى بصيتي الملك من وجهة نظر تانية مختلفة، او بصيتي لها ازاي؟ في الحقيقة الحمد لله يعني أنا يعني كان دايما عندي أمل في ربنا إن هي هتبقى حاجة كويسة، ان شاء الله. وما يأستش أبدا، ومشيت معاها في كل الخطوات اللي المفروض إن هي أمشي فيها، والحمد لله جت اتحسنت بالعلاج طبعا. بدأت معاها من مركز البحوث، وبعدين دكتورة سامية التمتامي بصراحة قابلتنا وقالت لي هي طفرة بس كده بسيطة، مدية الشكل الجميل طبعا اللي انتوا شايفينه ده، والحمد لله هي ذكية جدا ونموذج مشرف على فكرة أكيد جدا أكيد. الحمد لله. بعد كده ابتديت أتابع في مركز تأهيل العجوزة، مركز ممتاز جدا برضو. يعني بدأوا معايا. سمعنا من الإعداد إن ملك عندها موهبة الغنى. طبعا. ملك تعرفي تغني؟ غني لنا إيه بقى؟ انتي عاوزة مني انتي عاوزة مني ايه؟ خلاص حبيت غيري، حل اللي حبيتي. انتي عاوزة مني ايه؟ خلاص هبد غيري، حل اللي حفدي. انت عاوزة مني ايه؟ خلاص هبد غيري. صوتك جميل خالص يا ملك. برافو عليك يا ملك. مين شجعك انك انت تغني يا ملك؟ ماما ماما شجعتك؟ على العسل. طب مين حفظك الاغنية الجميلة دي؟ انا انت حفظتيها لوحدك؟ بسم الله ما شاء الله. أغلبية الشباب اللي بيكون عندهم متلازمة داون الناس بتبص لهم بنظرة مختلفة خالص، وكأنهم الناس غير الناس تمام.
بس في الحقيقة بنقابل كتير، يعني في خلال البرنامج بتاعنا وفي خلال البحث قابلنا مواهب كتير جدا منهم. انتي بقى ايه الموهبة اللي انتي اكتشفتيها في ملك؟ لا انا الحقيقه اكتشفت فيها بتحب الرقص جدا، بتحب الغنى طبعا، ما بحبش العدوانيه يعني الحمد لله. انا طبعا يعني بحاول انصح كل ام دون ان هي ما تتبعش عدوانيه ابدا مع طفلها، لانه هيجي بنتيجه عكسيه جدا. طب انا طبعا لما نبقى حنينين عليهم اكيد هنلاقي نتيجة مشرفة طبعا، هتبص تلاقي الطفل بيحبك، بيديك الحب والحنان كله اللي جواه. هل قابلتك مشكلة في التقديم للمدرسة لما وصلت لمرحلة الحضانة أو مرحلة الدراسة؟ في الحقيقة طبعا قابلتني مشاكل، كان في مدارس كتير ما كانتش بتقبل ان هي تاخد الطفل الداون، كانوا دايما يقولوا لي في مدارس دمج مخصوصة للحاجات ديت، فصول يعني، تمام. بس مش متواجدة في كل المدارس. فطبعا يعني الحمد لله مشيت معاها الأول في الحضانة، قعدت حوالي 4 سنين، سنتين اسفه حضانه، بعد كده من سن 6 سنين، اقعدي كويس، تعالي تعالي جنبي، بصي هنا، من سن 6 سنين دخلت مدرسه الاورمون عربي، والحمد لله بقت بس انا كويسه ملاحظ ان يعني. ملك بتعرف تتكلم انجليزي. بتعرف انجليش كتير. برافو يا ملك، برافو يا جميلة ملك، خالص يا حلو ملك. يا ملك، جميل. كنت عايزين نعرف هي ملك حالتها الاجتماعية مع أصحابها، مع جيرانها، معاكوا في البيت عاملة إزاي؟ لا الحمد لله هي كل الناس بتحبها جدا جدا، سواء جيران سواء اصحاب سواء زمايلها في المدرسة بيعزوها جدا، اخواتها بقى في البيت. اخواتها حنينين جدا جدا عليها وبيحبوها جدا، وهي كمان بتحبهم قوي قوي. قوي اخواتي انا بقى انت بتحب اخواتي قوي. عامل لك مفاجأة يا ملك. اسم ايه اخواتك ايه؟ حلوة، اسمهم ايه؟ احسين، ما حسين حسين. ومحمود حسين ومحمود. ومين تاني؟ مين تاني؟ واسراء وإسراء. وجهاد ومعاد. جهاد لا، إسراء دي ويز صاحبتها في المدرسة، هي بس اختلط الأمر عليها يعني. أختي أختك. أختي أنا تحبها يعني. هي كانوا كل أصحابهم برضو عندهم متلازمة ولا هي احتكت مع لا في الحقيقة صحابي هي بعدين؟ يعني بصراحة في منهم توحد وفي منهم كان داون، وفي صعوبات تعلم بقى. هل شاركت في أنشطة طلابية أو تنموية أو في جوه هي المدرسة؟ بتحب السباحة جدا وبتحب الغنى، في المدرسة طبعا في أنشطة كتير كانت بتقوم بيها، وتنمية مهارات وقدرات وتخاطب كانت وتعديل بتشارك؟ سلوك طبعا، وده أهم حاجة عشان دول بيبقى عندهم عند فظيع، فإحنا بنحاول نمتص العند ده بأي شكل. وكانت مش بتطلع رحلات بتفكري انك طبعا. انت تشتركي لها في العاب رياضيه تنمي من مهاراتها مستقبليا؟ أكيد طبعا في الصيف إن شاء الله أنا بتروح النادي ألعب وبتلعب سباحة بتحبي تلعبي ايه يا ملك؟ سباحة. الجيم بتعمل ريجيم. هي دلوقتي واختك حاليا بتعمل ريجيم وضغط. وايه تاني؟ حاجة بس. بس قولي لي يا ملك، نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ قولي قولي دكتورة. دكتورة؟ ليه بقى عايزة في تطلعي عي دكتورة؟ في عي في عي عملات ناس اخد قالك عشان الناس تاخد عليك جاية. لا ما شاء الله. هي قلبها الناس بصراحة وحنينة جدا. أكيد طبعا الأطفال اللي هم أحباب الله، وطبعا الأطفال طبعا كلهم بيكونوا ملائكة. طبعا حلوة. أكيد طبعا أنت حلوة. تحبي تقولي إيه يا ملك بقى لأخوكي حسين؟ ضحك. ايدي معلش. تحبي تقولي ايه لحسين؟ انا بحب حب قوي، بتحبه قوي، بتحبيه قوي. قوي. طيب نقول له قوي بس ولا قوي قوي؟ قوي قوي اكتر. هتدي له ايه كمان؟ بوس. بوني. هتدي له بونبوني؟ بونبوني. هتدي له بونبوني؟
طب انا عايز واحده عليكي جميله والله. طبعا مريتي طبعا بعقوبات او بظروف صعبه في مرحله ان ملك من وقت الطفوله لحد دلوقتي، فايه مثلا المواقف اللي انت الصعوبات اللي انت شفتيها او مريتي بيها؟ والله هما الدوين بتبقى طبعا حركتهم مش بتبقى هادية لحد ما، فطبيعي كان في ناس بتتنمر عليها كتير في المعاملة في الشارع او لو عملت اي موقف او كده، وكان في ناس اكتر بتحبها وبتطبطب عليها وبتعدي الموقف الحمد يعني لله احنا عادي. مشكلة فعلا مشكلة التنمر دي بنواجهها الفترة الحالية دي كتير. كنت تتعاملي ازاي مع حالات التنمر؟ يعني هل كان في حد من الجيران والله شايف كل حد اللي بقدر قريبكم؟ عليه بتأسف ما بقدرش اعمل اكتر من كده، يعني لو عملت موقف صدر منها غصب عنها فبقول انا اسفه، وفي اللي بيتقبل وفي لا. طبعا اكيد مريتي بصعوبات كتير من مرحلة التنمر ومن ناحية المرحلة التربوية والتنموية. طبعا مرحلة التربية مهمة جدا بالذات. طبعا بتكون مختلفة من انك انت يكون عندك طفل عنده متلازمة داون ما بين كشخص عادي تقول له اسكت فبيسكت او بيسمع الكلام. طبعا طبعا فايه الصعوبات بقى اللي انت واجهتيها في المشاكل دي ما بين ملك وما بين اخواتها؟ والله طبعا هم كلهم كانوا صغيرين انا تقريبا. كنت بحاول دايما على قد ما اقدر محسس ملك باي فرق بينها وبين اي اخ من اخواتها. دايما بحب اديها يعني كيانها قدامهم، اهميتها طبعا، وبدي برضو حب زيادة شوية طبعا. بس الحمد لله ده جاب نتيجة جميلة جدا، واصبحت بتتعامل بدون اي عنف واي عدوانية، لان اغلبية الاطفال الداون دول بيبقى فيهم حتة العند حتة العنف، فاحنا بقى اللي احنا اللي نقدر نمتصها يعني. بس تمام جميل. طيب ايه المراحل العلاجية اللي انتي اخدتيها مع ملك من بداية ما عرفتي ان هي عندها متلازمة داون لحد الان؟ يعني انتي وضحت لنا انك انتي بدأت انك تتعاملي مع مراكز تخاطب تقريبا وتنموية، فحابين ان احنا حابين نعرف ايه الخطوات بالتحديد، يعني مع كامل احترامي ليكي، بعد فترة خروج حضرتك من المستشفى او من فترة التعب بدأت توصي للطفلة دي ازاي او بدأت تتعاملي معاها ازاي؟ هل اخدتيها في نفس الفترة بدأت انك انت تدوري على دكتورة استنيت ان هي تكبر شوية ولا ايه؟ حابين نعرف الخطوات. في الحقيقة لا طبعا، انا بدأت مبكر جدا، اول ما تمت 4 شهور بدأت اروح بيها تأهيل العجوزة، اهتموا جدا بالعلاج الطبيعي طبعا، دي المرحلة الاولى، لان الاطفال دول بيبقى عندهم ارتخاء في العضلات شديد جدا، فبيحتاجوا تمارين رياضية بتقويهم وكده عشان حتى كمان يقدروا ان هم يمشوا او يقدروا ان هم يمشوا او يقفوا. هم طبيعي بيبقوا متأخرين عن الطفل العادي او الطبيعي من سن سنة ل3 سنين. وبعد العلاج الطبيعي الحمد لله مشيت بدري وقفت بدري، ابتدينا بقى ندخل على تعديل السلوك وتنمية المهارات طبعا والتخاطب و اقعدي حبيبتي اقعدي معلش بصي للكاميرا هنا، بصي للكاميرا، بصي الناس كلها بتحبك يا ملك وجايه النهارده عشان تشوفك، فاحنا لازم ايه نبقى كويسين. بصي انت خلاص احنا حرمنا تكلمي يا عمو. على فكره بصي الناس كلها بتكلمني وبتقول لي احنا بنحب ملك كتير قوي جدا، عشان خاطر كده احنا جبناكم. عاملين لك شكرا مفاجاه يا ملك. شكرا ليك. عاملين لك مفاجاه. قولي الو في حد عايز يكلمك. قولي الو في حد عايز يكلمك ويقول لك ان هو بيحبك قوي. قولي الو. قولي الو. الو ازيك يا ملك عامله ايه؟ مين ده بقى؟ الحمد لله الحمد لله. انا حسين اخوكي. الله ايه المفاجاه الجميله دي. ازيك يا حسين؟ كلمي حسين. اهلا وسهلا ازي حضرتك. انا مبسوط جدا ان شايف ملك طبعا دلوقتي على التلفزيون، ويا رب يا روكا كده اشوفك دايما من نجاح لنجاح يا رب يا رب يا رب امين، واشوفك للاحسن يا رب يا رب امين. حسين شكرا. أه
شكرا يا حسين، حبيبي شكرا على شكرا جدا الكلمة للمداخلة الجميلة الجميلة دي، دي. ربنا يخليك. ملك شكرا جدا. تقولي ايه بقى لحسين؟ قولي له كلمة حلوة بقى. أحباني. هو بيحبك؟ هي بحبك بتحبه جدا وهو طبعا. بيحبها جدا. على فكرة ربنا يخليها لنا يا رب. يا رب يا رب يا رب. شكرا شكرا جدا للمداخلة الجميلة دي، إش إش وإن شاء الله كلنا إش شكرا. نراجع نفس الحلقة بكرة وبعده، هنلاقي ملك بيجي أكبر دكتور. هي عايزة تطلع دكتورة عشان تعالج الناس كلها، وربنا كريم. إن شاء الله ملك، في تبقى ناس عايز. كتير عايزة تكلمك، بس وقت البرنامج للأسف ما بيسمحش. ناس كتير عايزة تكلمك ويقولوا لك بنحبك كتير يا ملك، وكلنا مستنيينك تبقي دكتورة كبيرة. شكرا. تقولي لهم ايه بقى؟ اشكرا. مدام منال، عايزين حضرتك توجهي رسالة للأمهات، ان هما تنصحيهم ازاي يتعاملوا مع الحالات اللي بتكون زي كده، وايه الخطوات مثلا ممكن يمشوا عليها من وجهة نظرك، اخطاء مثلا وقعتي فيها وحابة انك تنصحيهم بيها. انا بقول لكل ام الطفل ده، وان يعني بوصيها بالصبر في التعامل معاهم، يا حسين، ونبعد عن العدوانية والتنمر في اي موقف هم ممكن يعملوه، وان شاء الله هتلاقوا نتيجة مشرفة وكويسة جدا وخير ان شاء الله. يعني هقول لك عايزة تروحي فين. حاضر حاضر. هو حسين جاي. يعني بشكر جدا حضرتك للظهور معانا، وانك انت بدرتي انك انت تطلعي معانا، وحبيت انك توجهي رساله للناس. والله انا اللي بشكر البرنامج. هل في مشكله قابلتك؟ يعني في ناس كتير لما عرضنا عليهم قالت انا مش هطلع، اللي هو ايه، واخدينهم على انها حاجه غلط بالنسبه لهم، اللي هو انا بضر نفسي. لا، هو انا هطلع اتكلم واقول مشكلتي كده قدام الناس، انا كاني بطلب شفقه من الشعب ليه؟ مثلا بالعكس، على بنتي. لا بالعكس، ده احنا كده بنفيد ناس اكتر واكتر، ان هم يقدروا يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الاطفال دول، ازاي يوصلوا لنتيجه مشرفه. والله الاطفال دي بتبقى حاجه جميله جدا، وبيوصلوا للمراحل حلوه جدا، وبيتعلموا وبيبقوا حاجه جميله في المجتمع. يعني احنا نقدر نستفاد منهم بشكل جميل واكبر كمان، لان قدراتهم على فكره عاليه جدا. اوعى اي ام تستهين بقدرات طفلها ابدا. ملك، مين علمك انجليش يا ملك؟ اي بي سي. ايوه، مين علمه لك بقى؟ المدرسه. المدرسه. الابله في المدرسه. مستر محمد. مين اكتر طبعا ابله بتحبيها بقى؟ مستر محمد. مين اكتر ابله بقى بتذاكر لك؟ مستر احمد. مين؟ مستر احمد. مين تاني؟ وابله. ايه ابله ايه؟ ايه دي. طبعا هو في نهاية حلقتنا انا بشكر جدا حضرتك انك انت رحبتي دعوتنا بصدر رحم، وبشكرك جدا انك انت حبيتي فعلا تفيدي الشباب وتوجهي لهم رسالة، وانا بشكركم كتير جدا لمتابعتكم معانا، وان شاء الله نوعدكم دايما هنستضيف حلقات وفقرات افضل من كده، وان شاء الله دايما على القمة. انتظرونا يوم الخميس الجاي الساعة 4:30 مساء. ميرسي لحضرتك.